نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بأهم العناوين. السيسي يوجه بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق المعايير والمواصفات العالمية. وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية ويشددون على التصدي للتدخلات الإيرانية واتخاذ موقف موحد إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العراقية. منتدى مصر للتعاون الدولي يؤكد أهمية الشراكة الإقليمية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرقمنة وحشد الموارد أهم سبلها. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. رئيس هيئة قناة السويس يعلن انتظام حركة الملاحة بالقناة وعبور 61 سفينة من الاتجاهين بعد جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة. أما في أخبار الرياضة، فيفا يدرس مقترحا بإقامة المونديال كل عامين بدلا من 4 أعوام، ورئيس ويفا يهدد بمقاطعة النهائيات العالمية. أهلا بكم سيداتي سادتي إلى التفاصيل. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق المعايير والمواصفات العالمية بما يجعلها صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده سيادته لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع سيادته على سير العمل في بعض المنشآت والمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة وعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية. كذلك اطلع سيادته على مستجدات العمل في مدينة الجلالة خاصة منطقة الأبراج. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء عبد الناصر رضا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والسيدة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة منشآت القيادة الاستراتيجية، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات. كما تم عرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة التي ستعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضي وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين. وقد وجه السيد الرئيس بالاهتمام بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية بما يجعلها صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات، ومن ثم يعزز من قيمة مصر في مجال النشاط الرياضي من خلال امتلاك القدرات والبنية التحتية اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات
قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتدادا إلى محافظة مطروح، وكذا تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي فضلا عن تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس، بالإضافة إلى مستجدات العمل في مجمع الورش الحرفية في مدينة الأمل والذي يأتي في إطار التطوير الشامل للمنطقة. كما تم استعراض جهود رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وذلك باعتباره أحد المحاور المرورية الأساسية داخل القاهرة، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولي ليعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية، بالإضافة إلى محطة النقل والحافلات الدولية على تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، والتي ستساهم في سهولة حركة المسافرين الداخلية والخارجية وتقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة، فضلا عن سير العمل بمشروع إسكان أهالينا 5. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مدينة الجلالة، خاصة منطقة الأبرج. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته. وأكد الرئيس السيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي الحرص على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له. وأوضح الرئيس أن مصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور. جهود كبيرة تبذلها الدولة في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري. وفي التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول هذا الشأن، أكد المركز حرص الدولة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطني. وأشار المركز إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الري. أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن القضية الفلسطينية احتلت صدارة المناقشات خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب. وخلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أعمال الدورة العادية 156 لاجتماع وزراء الخارجية العرب، شدد وزير خارجية الكويت على ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية وأهمية اتخاذ موقف عربي موحد إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العراقية. في إطار متابعة الجامعة العربية للقضايا العربية، عقدت فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب. ما زال العالم العربي يعيش حال الأزمة على مستويات مختلفة، سواء الأزمة الصحية لجائحة كورونا وتبعاتها المختلفة على معدلات النمو وحركة التجارة والنشاط الاقتصادي، أو غير ذلك من الأزمات السياسية والأمنية المستمرة منذ عقد تقريبا في عدد من الدول العربية. لقد أظهرت الوقفة الباسلة للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي أن القضية الفلسطينية لا زالت حية نابضة. تم مناقشة العديد من القضايا العربية والخروج بعدد من التوصيات. توافقت على معظمها الدول العربية وصدر عنها قرارات هامة، وقد جاء في مقدمة المواضيع التي نوقشت القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتي تعتبر قضية العرب الأولى. وهناك لجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اجتمعت على هامش أعمال الدورة الحالية
وهي اللجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتي ناقشت مشروع القرار الوزاري وصدر عنها بيان صباح اليوم، كما ناقشنا تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية والتي من بينها لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وجزر القمر، بجانب مناقشة احتلال إيران للجزر الإماراتية طم الكبرى والصغرى وأبو موسى، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، وأهمية اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية. وفي سؤال للتلفزيون المصري حول التحركات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، أكد الأمين العام على رفض عدد من الدول الأفريقية التواصل الدبلوماسي الأخير من قبل دولة الاحتلال. قلت أن الاتحاد الأفريقي منح المراقبة لإسرائيل حق الرقابة. هو حقيقة الأمر أن رئيس المفوضية الرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي طلب من الوفد الإسرائيلي أو استلم أوراق اعتماد الوفد الإسرائيلي كمراقب، واحتجت على ذلك على الأقل 24 دولة إفريقية، وتحت ضغط 24 دولة إفريقية وتحت تعاظم العدد اللي بيعترض، قرر أن يطرح الأمر على قمة الاتحاد الأفريقي في منتصف أكتوبر ليقر أو لكي يرفض، وبالتالي المسألة ما زالت تتسم بالسيولة. أشار الأمين العام إلى أن تاريخ 24 من ديسمبر القادم تاريخ عقد الانتخابات يمثل محطة مهمة وحاسمة ومعترف بها دوليا على طريق الاستقلال الليبي، وطالب الشعب الليبي في ملتقى الحوار الوطني على الإسراع بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات. قضايا عربية ملحة على أجندة وزراء الخارجية العرب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الأعزل، والذين أكدوا على رفضهم الكامل ودعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. وفي كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أكد سامح شكري وزير الخارجية أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن مصر ستواصل العمل لمواجهة هذه التحديات ومساندة جهد كل دولة عربية تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها. وجدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل، وهو ما سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا يرغب أحد في الذهاب إليه. وقال شكري إن التدخلات السافرة في محيطنا العربي أدت إلى استنزاف وإرهاق المقدرات العربية، كما أكد في الوقت ذاته ترحيب مصر بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية، معربا عن التطلع لاكتمالها على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة. كما شدد شكري على دعم مصر للتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، كذلك مساندة الأشقاء في ليبيا لإعادة الاستقرار والأمن لبلدهم الشقيق من خلال الحل السياسي. وفيما يتعلق بالأزمتين السورية واليمنية، شدد شكري على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الدولية، وأيضا ضرورة حل الأزمة اليمنية، مجددا إدانة مصر للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها. وأكد شكري أيضا دعم مصر للبنان في الأزمة الراهنة. في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 156 لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس الدولة الحالية دعم الموقف المصري إزاء قضية السد الإثيوبي، مؤكدا رفض أي إجراء أحادي فيما يتعلق بالأزمة. كما أكد وزير خارجية الكويت ضرورة دعم العمل العربي للتكيف مع المتغيرات الأخيرة، وشدد وزير خارجية الكويت على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة جائحة كورونا. أصحاب السمو والمعالي، السيدات والسادة،
منذ تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع، وردت أرقام وإحصائيات في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في منطقتنا العربية لعام 2021 إلى ما يبلغ 12.5%، وانكماشا اقتصاديا قد يصل إلى ما يقرب 6%، ووجود أكثر من 51 مليون شخص يعانون من الجوع، أي ما يعادل 12.2% من سكان المنطقة العربية، مما يبين وبشكل جلي أنه لا توجد دولة محصنة بالكامل من هذه الجائحة أو إفرازاتها أو تداعياتها إن لم نكن جميعنا محصنون. ولذا فتضافر الجهود الدولية ومنها العربية في هذا المجال يدخل في خانة الحتميات أكثر من الخيارات. وهنا فإننا ندعو إلى تعاون منسق أكثر بيننا فيما يخص تعزيز المنظومات الصحية والتعامل بشكل تكاملي مع تداعيات هذه الأزمة فيما يخص الأمن الغذائي وتداعياته كذلك على قطاع التعليم، وذلك للحيلولة دون أن يكون هناك أي أجيال ضائعة، والتعاون أكثر كذلك في قطاع تقنية المعلومات بيننا. أكد سامح شكري وزير الخارجية مجددا موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري بين وزير الخارجية ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي بقصر التحرير بوزارة الخارجية. اللقاء ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للعمل على إعادة الانخراط في مسار السلام وإطلاق عملية تفاوضية جادة وبناءة تستهدف التوصل تسوية شاملة وعادلة. كما شدد شكري على أهمية قيام الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدورها من أجل توفير الظروف الملائمة للدفع قدما بمسار السلام. وأعرب الوزيران الأردني والفلسطيني عن التقدير لمبادرة مصر لإعادة إعمار غزة وتقديم الدعم التنموي للأراضي الفلسطينية، كذلك لجهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة. كما عقد سامح شكري وزير الخارجية جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك بقصر التحرير. وبحث الوزيران سبل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن التنسيق إزاء التطورات الإقليمية في ضوء توفق الرؤى بين القاهرة وعمان حيالها. مشاهدينا الكرام، لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد مساء الخير. دعم ومساندة القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس مخرجات مهمة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، كيف ترى هذا الإجماع على ضرورة حشد الجهود الدولية للتسوية العادلة للقضية؟ يعني أنت تتكلم مع دبلوماسي عجوز بدأت حضور هذه الاجتماعات منذ الدورة 42 من 60 سنة. نعم. ولم تتوقف مصر ولا الدول العربية إطلاقا عن دعم القضية الفلسطينية، لأنها قضية عادلة تعتبر شيء يعني مؤسف في الحياة العالمية أن البلد الوحيد المحتل في العالم الآن هو فلسطين، بعد أن أمضينا سنوات الستينيات في عهد الرئيس عبد الناصر ومبادرة إنهاء الاستعمار في كل البلدان، حتى في جنوب إفريقيا، حتى نعم. في كل البلدان لم تبقى إلا فلسطين. وبالتالي يعني أؤكد لك وللسادة المشاهدين أننا أصحاب قضية عادلة، ويجب ألا نيأس بالمرة، لأن بخبراتي المتواضعة أقول أن حتى أقرب أصدقاء إسرائيل يرون أن ممارساتها الحالية لا مستقبل لها. نعم. الرئيس بايدن منذ يومين قال لرئيس وزراء إسرائيل وأعلن أنه قال له أن حل الدولتين هو الضمان لبقاء إسرائيل، لأن ما هو مستقبل إسرائيل وقد احتلت كل الأراضي في وسط يعني شعوب معادية لأنها تعاديها، وفي وسط عدد من الفلسطينيين سوف يتفوق عددا على عدد الإسرائيليين. نعم. فبالتالي يعني القضية عادلة، طال أمرها كثيرا. لدينا مشكلة على الجانب الإسرائيلي ربما لا يلحظها بعضنا، أنه منذ نشأة إسرائيل إلى الآن لم
يفز حزب إسرائيلي واحد بالأغلبية المطلقة. نعم. وبالتالي تجد دائما حكومات فيها ائتلاف بين أحزاب معينة. نعم. وأحزاب شديدة التطرف، وهذا يجعل الموقف الإسرائيلي أكثر تطرفا. نعم. ما عدا في حالات نادرة عندما ظهرت زعامات من نوعية شيمون بيريز أو رابين أو مناحم بيجن الذين اقترأوا على عقد اتفاقية سلام. نعم. مع مصر ثم مع الأردن ثم. نعم. مع السلطة الفلسطينية. سعاد سفير، يعني أريد أن أسألك عن أحد المخرجات المهمة لهذا الاجتماع اليوم وتوافق عربي حول دعم الموقف المصري إزاء قضية السد الإثيوبي. ما الذي يضيفه هذا التوافق لمساندة مصر، موقف مصر وتحركاتها الدبلوماسية في هذا الملف؟ الحقيقة هذا الموقف أنا سعيد جدا به، لأنه يعطي رسالات كثيرة. أولها لنا نحن كمصريين أن نتأكد أن العالم العربي استحال أن يتخلى عن قضايا أشقائه في مصر، أكبر دولة عربية. اثنين، هي رسالة إلى أثيوبيا نفسها. نعم. لأن جاء وقت من الأوقات كنا نحاول أن يعني نروج للاستثمار في أثيوبيا، بل لدينا استثمارات مصرية في أثيوبيا. نعم. لأن بعض المصريين يعني حساسين لمسألة أن هناك استثمارات عربية في أثيوبيا. لا، كنا بنشجع هذا لنوضح لأثيوبيا أن الحل الذي يرضي الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وأثيوبيا، نعم، سوف يعود بخير أفضل على الطرف الأثيوبي. الحقيقة هذا موقف يضاف لإنجازات مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم. أيضا سعاد سفير، الملف الليبي حظي بمناقشات واسعة في اجتماع الوزراء العرب اليوم. كيف يمكن استغلال هذا الزخم لدعم الأزمة الليبية بشكل عام وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية ديسمبر؟ هو يعني هناك مشكلة في بعض البلدان العربية وفي إفريقيا تحديدا ربما لا ندركها نحن كمصريين. لماذا؟ لأننا عندما تكون سيادتك من الإسكندرية وأنا من أسوان فنحن في النهاية مصريون. نعم. المشكلة هنا القبلية والحزبية، وهذه المشكلة في ليبيا والمشكلة في سوريا وفي لبنان وفي اليمن. نعم. عندما تعلو القبلية على الوطنية هنا نكون في مشكلة. والمأساة الأكبر عندما يلجأ كل طرف إلى طرف أجنبي، فيصبح الحل في يد الأطراف الأجنبية. نعم. والحمد لله في ليبيا الحال تحسن قليلا بتدخلات من مصر والجزائر ودول الجوار في الاجتماع الأخير في الجزائر، ونأمل أن نستطيع أن يعني نعطي رسالة إيجابية لإخواننا في ليبيا بكافة أطيافهم أن وحدة العالم الليبي هي المخرج الذي يجعل الكل فائزا، خصوصا وأن ليبيا ليست دولة فقيرة أو محتاجة إلى نعم. مساعدات أجنبية وما إلى ذلك. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا ومتعك الله بالصحة والعافية، شكرا جزيلا لك. وجهت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط الشكر للرئيس السيسي على رعايته لمنتدى مصر للتعاون الدولي، مؤكدة خلال الكلمة الختامية للمنتدى إيمان مصر بأهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأوصت الوزيرة بأهمية متابعة مخرجات منتديات التعاون الدولي والإنمائي، وأكدت الأهمية الكبيرة للشراكات الدولية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وكذلك حشد المزيد من الموارد من خلال التعاون الدولي لتطوير البنى التحتية. منتدى مصر للتعاون الدولي، يومان من المناقشات وعرض للتجربة المصرية في تطبيق التمويل الإنمائي، نجاحات مصرية في التضامن الاجتماعي وبرامج التعليم والصحة وتطوير الحكم المحلي، سياسة قوية اتخذتها مصر وصولا لتوفير حياة كريمة. احنا عاوزين في الآخر منهج مصري يناسب مجتمعنا وطبيعتنا وفي نفس الوقت بمعايير عالمية. كل ده ليه؟ علشان نطلع طفل أو شاب بقى أو شاب عندهم المهارات اللي هيعيشوا بيها 50 سنة يتنافسوا بيها في مجتمع
لسه مش عارفين ايه الوظائف اللي هتكون موجوده. مساله التحول الرقمي والميكنه والربط الشبكي بتساعد على تحسين كفاءه الاستثمار من اجل الاستثمار في الراسمال البشري. نفذنا حوالي ما يقرب من 3500 مشروع. معدلات المختلفه في القطاعات كانت معدلات جيده جدا. دخلت فيها مشروعات بقى خاصه بالتعليم وبالصحه والطرق وبخصوص مع ذلك اللي هو التمكين الاقتصادي للاسره وتوفير مجال عمل كافي. استثمار في البشر عبر تطوير البنيه التحتيه واليات الحياه الكريمه بما يوفر للمواطن مختلف احتياجاته. تنميه مستدامه تراعي اشراك فئات المجتمع ومؤسساته مع مراعاه مخاطر كورونا وقدره الاقتصاد على تخطيها. وباء كورونا وتغير هناك يجب أن نتعامل معهما لكي نضمن جودة الحياة، فإنها فرصة ذهبية في هذا الجيل لكي نبدأ في مشروعاتنا وفي مستقبلنا، وأن نبدأ في مشروعات كبيرة يمكن من خلالها إحياء الاقتصاديات، وأن نقوم بكل المشروعات التي يمكن أن تؤدي إلى تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا. النقطة الثانية هي أن المشروع الخاص برأس المال البشري يحاول أن يؤكد على أهمية البيانات وأنه هناك فهم جيد وواضح للمخرجات المتوقعة من الإنفاق، ومن ثم نحافظ على استدامة هذه الإنفاقات. إذن مؤشر رأس المال البشري هو جزء من قاعدة البيانات وأجندة القياس، وهو شيء مقياس طوره البنك الدولي، وقمنا من خلاله بتقييم مصر باعتباره 94% بالنسبة لمصر. نظرة تفاؤل نحو المستقبل وسط مخاطر عديدة تأتي عبر دعم العلوم وتطبيقات التكنولوجيا والبحث العلمي والتحول الرقمي والتعاون والشراكة الدولية كملاذ آمن لتفادي المصاعب الاقتصادية والبيئية والصحية. تشكيل فرق عمل ومجموعات بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. البنية التحتية تعد من أبرز القطاعات التي ما زالت تعاني من فجوات تمويلية، وهو ما يستلزم حشد المزيد من الموارد من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لدعم الجهود التي تقوم بها الدول الناشئة والنامية لتطوير بنيتها التحتية. شراكة مصرية دولية، فمصر تواكب دول العالم في إطار من تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها وبما يخدم توفير حياة كريمة. تجربة مصرية اقتصادية استحقت الإشادة بعد مناقشات استمرت على مدار يومين، استحقت الإشادة بقوام مؤسسات دولية ومحلية بعد نجاح مصر في تجربة اقتصادية فريدة استطاعت من خلالها مطابقة التمويل الإنمائي ببرامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حماد العرب، التلفزيون المصري. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام من التلفزيون المصري ونتابع. جبالي يؤكد أمام القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب أن مصر وضعت مكافحة الإرهاب على قمة أولويات سياساتها الخارجية. استقالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي بعد إخفاق حزبه في الانتخابات التشريعية وتصدر التجمع الوطني الليبرالي النتائج. أهلا بكم من جديد. اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك زائد ثلاثة، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة. وقد شهد التدريب تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات في مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة
والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحري وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري والذي يندرج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية يعد مشروعا ضخما يترجم فعليا كل ما نصت عليه الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030. وأوضح أن نجاح هذا المشروع سيسهم في تحسين حياة ما يقرب من نصف سكان مصر، داعيا مسؤولي الأمم المتحدة إلى المتابعة الحثيثة لهذا المشروع التنموي غير المسبوق. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي لدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة في ظل جائحة كورونا من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على صحة المواطنين من جانب وترسيخ استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو من جانب آخر. كما أكد حرص مصر على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة 27 لتغير المناخ المقرر إقامته في العام القادم. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بالمشروعات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنها تعد إحدى آليات تطوير العمل الحكومي بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن. وخلال اجتماع لمتابعة مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الجديدة، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت تقريرا حول الموقف التنفيذي للترتيبات الخاصة بنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. كما أوضح أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة. كما تناول موقف رقمنة الوثائق الحكومية مؤكدا الانتهاء من رقمنة 80 مليون ورقة في كافة مراحل المشروع من إجمالي 300 مليون ورقة، فضلا عن الانتهاء من تدريب 33 ألف متدرب من المنتقلين للعاصمة الإدارية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحي الشامل ومستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية منه في المحافظات المستهدفة. ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى أن المرحلة الأولى قدمت الخدمات الطبية لستة ملايين وخمسمائة ألف مواطن، وهي خدمة لمواطني بورسعيد والأقصر والإسماعيلية. كما عرضت مقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة وفق ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقالت إن رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتطبيق المنظومة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاقتران بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقليل عدد سنوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه باستكمال المرحلة الثانية من المنظومة سيتم تحقيق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي عدد سكان الدولة. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة التنسيق بين الأزهر والوزارة في مجالات التعاون الصحية المشتركة. وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى التنسيق الكامل بين الأزهر ووزارة الصحة في عدة مجالات، منها تطعيم العاملين بالأزهر وطلاب الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بلقاحات كورونا. من جانبها أعربت الدكتورة هالة زايد عن شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر ودعمه المستمر للقطاع الصحي ومبادرات الصحة العامة انطلاقا من الدور الإنساني والوطني لمؤسسة الأزهر العريقة، واستجابة فضيلته لدعم جهود الدولة في توفير علاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال فوق سن السنتين. وقد تمكنت المبادرة حتى الآن من حقن 23 حالة تحت سن السنتين بالعلاج اللازم مع تجهيز حالات أخرى للعلاج.
عقدت الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان اجتماعا مع الدكتور أحمد أومة نائب مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا ودعم الأنظمة الصحية في دول القارة الإفريقية. تناول الاجتماع استراتيجية مصر لتصنيع لقاحات محليا وتصديرها إلى الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت وزيرة الصحة استعداد مصر لتوفير اللقاحات للأشقاء الأفارقة بالتوازي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي. كما استعرضت الوزيرة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر لإنتاج اللقاحات محليا من خلال مصنع شركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة ومصنع الشركة بمنطقة السادس من أكتوبر. ومن جانبه وجه نائب مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض وجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه للدول الإفريقية واهتمامه بتوفير اللقاحات للأشقاء الأفارقة، كما أشاد بالإمكانيات والقدرات التصنيعية التي تمتلكها مصانع شركة فاكسيرا لإنتاج لقاحات فيروس كورونا محليا. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بنقل الطالبة منة الله هشام حسن ثابت التي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة لها، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جانبها أشادت أسرة الطالبة بسرعة استجابة السيد الرئيس لمناشدة الطالبة، كما أشادت الأسرة بالرعاية الطبية المتكاملة والفائقة التي تقدم لابنتها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي. في كلمته أمام القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الإنسانية لا تزال تعاني من ويلات الإرهاب رغم الجهود الدولية المبذولة للتصدي له. وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدولة المصرية لم تنظر يوما إلى مكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية، بل وضعتها على قمة سلم أولويات سياستها الخارجية أيضا، ونظرت إليه بوصفه تحدي عالمي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنت مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي بجانب الحل الأمني. وأكد الدكتور جبالي على أن الدولة المصرية استشعرت الخطر الإقليمي والدولي الذي يمثله تحول منطقة الساحل لبؤرة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما انعكس على جهودها المكثفة لدعم الأشقاء في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب. وفي ختام كلمته دعا رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والإرادة الجادة لمكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الإفريقية، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمجابهة الإرهاب حفاظا على أمن واستقرار المجتمعات. هذا وقد اختتمت في العاصمة النمساوية أعمال القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا لبحث دور البرلمانات للتصدي للإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية. وعرض رئيس مجلس النواب ورقة عمل تمثلت في المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة الإرهاب بما فيها كل الجوانب الدستورية والتشريعية. كما عرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة المواجهة الفكرية للوزارة للإرهاب والتطرف من خلال إصداراتها المحلية. اختتمت أعمال القمة الخامسة للبرلمانيات في العالم والذي عقدت كجزء من أعمال المؤتمر البرلماني الدولي بمشاركة عدد من السياسيين في العالم الذين ناقشوا تعزيز المساواة بين النساء والرجال في جميع أنحاء العالم واتخاذ موقف حازم ضد العنف والاضطهاد ومكافحة الإرهاب. وأجريت 5 حلقات نقاشية حول موضوعات تتضمن تغيير المناخ وشفافية وأمن البرلمانات والحوكمة العالمية. قدمت ورقة عمل ممثلة في المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وتتضمن كل جوانب مكافحة الإرهاب بما فيها الجوانب الدستورية والتشريعية. مكننا بفضل الله من عاد التجربة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التطرف والإرهاب، وعرضنا جانبا من المواجهة الفكرية التي تقوم بها وزارة الأوقاف من خلال إصداراتها. كما قامت البعثة الدبلوماسية المصرية المعتمدة في الأمم المتحدة
المتحدة بإهداء صورة عن قناع توت عنخ آمون لهيئة الأمم المتحدة، وشارك في التدشين بعثات دولية عربية وأجنبية وممثلين عن الأمم المتحدة ومديرة مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة دكتورة غادة والي وسفير مصر بالنمسا السفير محمد الملا. مبنى الأمم المتحدة تلقى هدية غالية وقيمة من الدولة المصرية، عبارة عن قناع توت عنخ آمون، نسخة من القناع. هذه النسخة بتعكس الحقيقة جودة صناعة عظيمة. هذه النسخة بتحتل مكان القلب في قاعة الروتوندا، القاعة الأكبر في مبنى الأمم المتحدة. أكدت مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الخامس للبرلمانات على أهمية دورها في استقرار منطقة الشرق الأوسط. من مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، مصطفى عبد الله، التلفزيون المصري. هذا وقد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالأشقاء من رؤساء برلمانات دول الساحل على هامش القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة في فيينا. وقد ناقش جبالي ورؤساء برلمانات دول الساحل العلاقات المصرية الإفريقية. كما أكد جبالي أن مصر تعتز بهويتها الإفريقية وتسعى لترسيخ وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية، مؤكدا دعم مصر الكامل للأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب. أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي استقالة أمينه العام سعد الدين العثماني بعد النتائج التي نالها الحزب في الانتخابات التشريعية. ويأتي ذلك بعدما حل حزب العدالة والتنمية الذي كان شريكا في الحكم في المرتبة الثامنة بالانتخابات. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة ب 82 مقعدا. كانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 50% من عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت لاختيار حكومة جديدة لخمس سنوات مقبلة. أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس إضافة إلى الحكومة النيجيرية متابعة التطورات السياسية الأخيرة التي حدثت في كوناكري بجمهورية غينيا بقلق بالغ، وطالب التجمع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري، وكذلك الإفراج عن غيرهم من منجر اعتقالهم. وأضاف أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تؤكد عدم موافقتها على أي تغيير سياسي غير دستوري، وتعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة غينيا. غادر 100 أجنبي بينهم أمريكيون العاصمة الأفغانية كابول عبر مطارها الدولي في أول رحلة إجلاء منذ استكمال الانسحاب الأمريكي في نهاية أغسطس الماضي. جاء ذلك بعدما وافقت حكومة الطالبان الجديدة على إجلائهم. وأوضح مسؤول أمريكي أن تلك الخطوة جاءت بعد تواصل مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زادة مع حركة الطالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص. وتعد هذه الرحلة من أوائل الرحلات الجوية الدولية التي تقلع من مطار كابول منذ أن سيطر الطالبان على أفغانستان منتصف الشهر الماضي. مرحبا بحضراتكم من جديد. محليا وفي إطار التطوير الشامل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية، تواصل الوزارة تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية والتي تعتمد على اعتماد نموذج موحد لها ذو شكل معماري حضاري متميز، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تلقي بلاغات من المواطنين. تقف الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية متفردة بشكلها المعماري في المدن والمراكز التي تقع بنطاقها ليصل إليها المواطن في سهولة ويسر، بعد أن اختارت وزارة الداخلية نموذجا معماريا موحدا لها لا تخطئه عين الناظرين. We'll be right back.
قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تعميم تلك النماذج على الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية وفقا لخطط زمنية تنفذ على مراحل لتتحول إلى هذا الشكل الحضري الذي يتواكب مع ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية وحضارية. رفع الكفاءة الإنشائية للأقسام والمراكز والنقاط الشرطية إنما يؤكد على سعي وزارة الداخلية نحو تطوير خدماتها الأمنية والجماهيرية لتلبي طموحات وتطلعات المواطنين في الحصول عليها بصورة حضارية وإنسانية. العمل متواصل والإنجاز مستمر للوصول إلى أفضل صورة معمارية وحضارية لكافة المنشآت الشرطية في الجمهورية الجديدة التي تسعى لحصول المواطن على خدماته بصورة ميسرة، حيث يواكب التطور في الإنشاءات الشرطية تطوير في منظومة العمل الأمني داخلها. شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة. البروتوكول يهدف لتحقيق التكامل بين الهيئة والجامعات والجهات البحثية العلمية بما يحقق قدرة الدولة لتعميق التصنيع المحلي. بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة عين شمس يهدف إلى دعم المشروعات البحثية وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة. بروتوكول يلخص دور الهيئة العربية للتصنيع التي تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقا لرؤية مصر 2030. المجالات كثيرة اللي احنا اتناقشنا فيها، اتناقشنا مثلا احنا الهيئة العربية للتصنيع النهاردة مقبلة على صناعات جديدة وحديثة ومتقدمة جدا تحتاج إلى الكوادر العلمية المتخصصة للاستعانة بها في هذه الصناعات الحديثة المجالات الجديدة اللي لأول مرة بيتم إنتاجها في مصر زي المجال الصناعات الطبية. البروتوكول يأتي في إطار دعم الهيئة العربية للتصنيع المستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة. تناقشنا زي ما سيادة الفريق تعرض لكل الأفكار سواء في المجال الزراعي أو في المجال الصناعي أو في المعلوماتي أو في المجال الطبي، سواء بالفكر أو نتعاون في الفكرة نفسها، نتعاون في التطبيقات، ربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالصناعة وبالزراعة وبالمعلوماتية موجود في كل بلاد العالم. وفقا لأحدث النظم الحديثة يستمر التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومؤسسات الدولة كافة من خلال جودة ودقة والتزام مع الحفاظ على مستويات الجودة العالمية. بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة عين شمس يهدف إلى تحقيق الاستفادة في مجال البحث العلمي ليثبت أن تضافر مؤسسات الدولة ليس فقط على
مستوى البحث العلمي ولكن في المجالات المختلفة. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير دولة الإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شهدوا مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة. وأشار المرسي إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، كما أنه يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول مستدامة وفورية في معالجة المخلفات البلدية الصلبة. ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات. والآن مشاهدينا الكرام، موعد أخبار المال والأعمال مع أحمد يوسف. أخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة، أهلا بكم. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، موضحا عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن. وأشار الفريق ربيع إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة بالقناة كورال كريستال خلال عبورها بالقناة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها 43 ألف طن. وأكد أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها القناة، وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم يومي 30 من سبتمبر و 28 من أكتوبر من العام الحالي صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة السداد النقدي الفوري. وأوضح معيط أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري والبنوك الأربع المشتركة في المبادرة وصندوق تنمية الصادرات من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة، حيث تلقت الوزارة طلبات من 1650 شركة مصدرة لتوفير السيولة النقدية والوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة والتوسع في أنشطتها الاستثمارية. إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع متأثرة بصافي مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين، ليغلق المؤشر الرئيسي EGX30 منخفضا بنحو 0.7% متخليا عن مستوى 11060 نقطة. كما هبط المؤشران EGX70 وEGX100 بنسب تراوحت بين 1.3% و1.6%. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح سبل زيادة الاستثمارات العمانية في مصر، حيث أكد عبد الوهاب العمل على تيسير جميع إجراءات ممارسة نشاط الشركات العمانية في السوق المصرية. وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة تستهدف تعميق التعاون مع الجانب العماني لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، وذلك بما يسهم في تنفيذ مشروعات جديدة. من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أهمية تفعيل فرص الشراكة بين رجال الأعمال من الجانبين. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية إطلاق بطاقات دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا والتي تقدر بأكثر من 500 ألف أسرة. وأوضح الوزير اللبناني أن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، وذلك في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة 6 مليارات دولار في العام،
وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل. وأشار مشرفية إلى سعي لبنان للحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة. أوروبيا، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5% للعام الحالي على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19. وتوقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن يتجاوز اقتصاد منطقة اليورو مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام، غير أنها أشارت إلى أن الفتح الكامل للاقتصاد قد يتأخر بسبب المتحورة دلتا. فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته الطارئة من السندات خلال الربع الأول من العام القادم. وبعد الفاصل نستعرض مع حضراتكم الأحوال الجوية والطقس ونهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. يسود طقس مائل الحرارة رب شمالا، حار رب على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة رب جنوبا نهرا، معتدل رب ليلا، والبحر المتوسط معتدل. وعن سيناء فالطقس مائل الحرارة رب شمالا، شديد الحرارة رب جنوبا نهارا، معتدل رب ليلا، ورياح معتدلة والبحر الأحمر مضطرب. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. الجمعة 24-34، السبت 23-33، والأحد 23-34. أما عن شرم الشيخ، الجمعة 29-37، السبت 28-36، والأحد 28-36. وأخيرا مع الأقصر، الجمعة 27-42، السبت 26-39، والأحد 26-39. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 24-34، الإسكندرية 26-31، دمياط 26-31، بورسعيد 26-31. ونهاية النشرة هذا تذكير بأهم عناوينها. السيسي يوجه بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق المعايير والمواصفات العالمية. وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية ويشددون على التصدي للتدخلات الإيرانية واتخاذ موقف موحد إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العربية. منتدى مصر للتعاون الدولي يؤكد أهمية الشراكة الإقليمية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرقمنة وحشد الموارد أهم سبلها. ويمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء. في أمان الله.